السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم كل إخواتي حبايبي وكل محبين وصفات رهيبة مع رشا. أخباركم إيه يا أمارات؟ يا رب تكونوا بخير دايما وبصحة وسعادة وهنا. طبعا كل سنة وأنتم طيبين، رمضان على الأبواب والناس كتير عندها محتقدات، قال إيه إن أنا هخس في رمضان؟ إزاي ما تعرفش يعني؟ في ظل حلويات رمضان ومشروبات رمضان وكمية السكريات وكمية الأكل اللي إحنا بناكلها، في ناس عندها محتقدات قال إيه إن إحنا هنخس في رمضان. فطبعا ده قليل إلا من رحم ربي. طبعا كلنا بنطلع من رمضان مقلبظين، بيدخل علينا العيد. طبعا العيد ما شاء الله الكحك والحاجات القمر دي بنقلبظ أكتر، وبعديها العيد الكبير. فطبعا يعني كل حياتنا ما شاء الله، يعني احنا كل مناسباتنا عندنا بتتلخص في الاكل. طب احنا بقى عايزين مشروب او عاوزين حاجه تعلي معانا الحرق، عاوزين حاجه يكون طعمها حلو، عاوزين حاجه تنفع للناس اللي عندها سكر، عاوزين حاجه تنفع للناس اللي عندها قلب، لان اغلب الحاجات بتاعه التخسيس يقول لك ده بتاثر على القلب، ده بتاثر على السكر، ده بتاثر على كذا. لا، ده انا عاوزه حاجه والحاجه دي تكون كمان مفيده. ده اللي احنا هنقوله النهارده يا غاليه في الفيديو. بس قبل ما نتكلم في الفيديو، اديني واحده لايك بسرعه، واكتبي لي رقم اللايك اللي انت عملتيه في التعليقات، تتسعدي تتسعدي وتتستري. لايك ورقم اللايك. بص يا حبيبه قلبي، لو انت اول مره تشوفينا النهارده على القناه نورتينا طبعا اول حاجه. تاني حاجه هتلاقي ملف على القناه عندك اسمه ملف التخسيس، في وصفات جباره جدا للتخسيس، حتى حاجات موضوعيه لو انت مثلا بترضعي او عندك اي مشاكل، حاجات موضوعيه وحاجات تشربيها وملف كده قمر، واسماء ادويه رخيصه جدا من الصيدليه ب 3 جنيه و4 جنيه وحاجات كده رخيصه من الصيدليه كمان للتخسيس. لو انت عايزه ملف التخسيس ده اكتبي لي تحت بسرعه في التعليقات ابعته لك. تمام. تاني حاجة بقى، المشروب اللي معانا النهاردة، المشروب ده انت أول مرة في حياتك أراهنك إنك انت تسمعيه عنه، إلا مثلا ممكن اتنين تلاتة على القناة كلها يكونوا يعرفوه مثلا. ليه؟ لأن هو مش مشهور قوي، بس في ظل ما هو مش مشهور قوي حاجة كده تحفة وحاجة حرفيا كنز موجود في محلات العطور. أول حاجة بيحتوي على فيتامينات كتيرة جدا، يعني دلوقتي بيحتوي على فيتامينات كتيرة جدا. في فيتامين ألف، وفي فيتامين ب1 وب5 وب6، وفي حمض الفوليك، في زنك، في نحاس، في بوتاسيوم، في مغنيسيوم، في حديد، في كالسيوم، في كده شوية حاجات بجد رهيبة كفيتامينات للجسم. فطبعا ان انا اخد حاجة تخسسني تديني فيتامينات دي مش موجودة الا في حاجات نادرة ما بتبقى موجودة. من الحاجات الحلوه جدا اللي فيها مضادات اكسده، وقلنا قبل كده مضادات اكسده يعني منجم كولاجين، يعني يا غاليه هتاخديها هتسمح في شعرك وهتاخديها هتسمح في بشرتك، عكس حاجات التخسيس اللي تلاقي وشك بقى شحب ووشك مصفر ومش عارفه ايه والجو ده. لا، ده كله مضادات اكسده. وقلنا قبل كده ان هو مضادات اكسده، يعني من الحاجات اللي هي برده حلوه جدا ان هو مضاد للالتهاب، وبرده يعني من الحاجات اللي بتقوي معاك المناعه، فبالتالي بيقيكي من السرطانات، ربنا يا رب يعافينا جميعا. تمام، يعني بيقوي معانا برده المناعه. من الحاجات الحلوه جدا اللي بتقلل الكوليسترول السيء والدهون اللي موجوده على الاوعيه الدمويه، فبالتالي بيقي الانسان من مرض القلب. يبقى برده حلو جدا ان هو بيقلل معايا الكوليسترول الضار، بيطهر الجسم، وهو يعتبر زي مضر كده للبول. الناس اللي بتقول لك انا في ميه محتبسه في جسمي، ده انا ما بعملش حمام بول كتير او الكلام دوت، فحضرتك عليكي وعلى العشبه اللي احنا هنتكلم عنها النهارده، فهي مضره للبول، وفي نفس الوقت بتخفض معانا حمض اليوريك في الدم، فطبعا ممتاز جدا. حلو قوي للناس اللي هي زي حالتنا كده، تقول لك انا مش عارفه انام، انا عندي ارق، انا عندي تعب في العضلات، انا همدانه، انا كذا، لان هي زي مهدئ كده او ان هي زي علاج للارق. حلو كده، حلو كده، حاجه بجد رهيبه. انا عارفه ان انتوا كلكم متشوقين تعرفوا ايه القمر ده، بس طبعا نقول فوائدها الاول عشان بعد كده نتكلم عنها ونشوف هتتاخد ازاي وهنعملها ازاي وتشتري بكام مره والجو ده. فهمتوا عليا؟ لايكات بقى ورقم اللايك في التعليقات. ثواني بقى افصل عشان انا فرهدت يا جماعه. انا فرهدت من كتر فوايد القمر دي. افصلوا معايا شويه، نفصل مع بعض. في ملف على القناه اسمه ملف تنظيفات العيد، في كل الوصفات اللي هي بتاعت التنظيفات، ازاي الحاجات اقوى قاهر دهون، حاجات للسجاد، حاجات للنجف، حاجات للمراتب، حاجات للزجاج، حاجات لكل الابواب، حاجات للحوائط، حاجات لكل تنظيفات العيد كده شامله على ملف اسمه تنظيفات العيد. لو انت عاوزاه اكتبي لي تحت في التعليقات ابعته لك. علاوه عن ملف تاني اسمه ملف ليفل الوحش، لو انت عاوزاه برده حلو جدا، في اقوى وصفه للشعر، اقوى وصفه للتخسيس، اقوى صابون سايل، اقوى وصفة قاهر دهون، اقوى كل حاجه على اليوتيوب هتلاقيها في ملف ليفل الوحش. فلو انت عاوزه ملف تنظيفات العيد او ملف ليفل الوحش اكتبي لي تحت في التعليقات ابعتهم لك يا غاليه. يلا خدنا ريست دقيقه، نرجع بقى نكمل. نرجع بقى نكمل. اتكلمنا عن فوايد وقلنا ان هو بيقلل الكوليسترول وحاجات كده قمر. حلو بقى يا غاليه لمرضى السكر، اغلب الحاجات بتاعت التخسيس زي ما قلت لك، نقول لك بتوع القلب ما ينفعش ان هم ياخدوها، لا ده بتوع السكر ما ينفعش ان هم ياخدوها، لا ده بالعكس، ده بيقي معايا من القلب، وده حلو جدا كمان انه بيظبط معايا السكر.
ليه؟ لانه بيحفز البنكرياس ان هي انتاج الانسولين. تمام تمام حلوه قوي. للناس اللي بتقول لك يا رشا ده انا ابني عنده ديدان، ده في ديدان، عنده ديدان معويه، ده عنده فطريات، ده في سموم في جسمه. حلو قوي ان هو بيطهر او بيطرد الدهون، الديدان المعويه، وبيطرد الفطريات، وبيطرد السموم اللي موجوده في الجهاز الهضمي. حلو قوي برده ان هو بينظم حركه الجهاز الهضمي. الناس اللي عندها مشاكل او التهابات في القولون، فهو بيعالج التهابات القولون ديت. لان زي ما قلت لك قدام، مضاد للاكسده ومضاد للالتهاب. حلو جدا ان هو كمان بيعالج معانا مشاكل الجهاز التنفسي. الناس اللي بيبقى عندها زي خنقه كده في الجهاز التنفسي او عندها زي كحه، ده حلو برضو بيهدي معانا الجهاز التنفسي. بجد روعه، بجد روعه يا جماعه. اني ابني قواعد المجد وحدي وحدي. بجد حاجه رهيبه، مش قادره ابطل عن فوائده. بس بجد لا، لازم تعرفي يعني، عشان حرام ما تجيبهوش واللي انا ركناه على قد ان هو تخسيس وخلاص، ويكون مثلا حد جنبك عنده كحه فمحتاجه، وحد جنبك مش بينام فمحتاجه، وحد سكره عالي فمحتاجه. فهمتي عليا؟ فلا، اعرفي الفوائد، لان بجد حاجه رهيبه. حلو قوي ده، ان هو اللي بيذيب الحصوات اللي في الكلى، اخواتنا اللي هم عندهم حصوه على الكلى او الحاجات دي، عليكي وعلى المشروب دوت. وحلو قوي ان هو بيخفض الضغط المرتفع. حلوه قوي للناس اللي عندها ضغط مرتفع. اغلب حاجات التخسيس برضه يقول لك الناس اللي عندها ضغط بين قوسين، الناس اللي عندها قلب بين قوسين، الناس اللي عندها سكر بين قوسين، لا، ده بيوطي معايا الضغط المرتفع. بيحفز حرق الدهون، ودي بقى اهم نقطه اللي احنا عاملين عليها الحلقه، بيحرق معايا الدهون. حلو جدا. وكمان بيفضل لما انت تيجي تاخديه انك انت بتحليه بعسل، لو انت عاوزه تحليه. طبعا ما ينفعش اي حاجه للتخسيس ان انا احليها بسكر، لا، بتتحلى حضرتك بعسل. وحلو قوي ان هو بيشيل كمان الشحوم والدهون المحيطه بالكبد. الناس اللي بتقول لك انا عندي دهون على الكبد او كده، عليكي وعلى المشروب ده، صدقيني تحفه جدا. وبينقي طبعا الجسم زي ما قلت لك من السموم. يبقى حاجه بتعلي معاك الحرق جدا جدا، حاجه هتسد معاك النفس جدا جدا، حاجه تديكي كميه فيتامينات، هتهدي عضلاتك. يعني انا بصوا بجد والله، بصي انا ناقصني كده هنا بين قوسين قلب الحبيب. قلب الحبيب ورد المطلقه، يعني ده كده اللي ناقص. يعني انت بقى ادخلي على جوجل، اعملي سيرش عنه، لا هتنصدمي الصراحه من الفوائد بتاعته. روشتة او صيدليه حرفيا متنقله. ايه يا رشا القمر اللي انت قلتي عليه ده اسمه ايه؟ ارقعيني لايك واقول لك اسمه ايه. اسمه الحلفابر، متخيله؟ اوريكي بقى شكله. اسمه ايه؟ اسمه الحلفبر. هذا هو يا غاليه. هذا هو القمر، اسمه الحلفبر، او في ناس بتسميه الحلفاء. بيبقى شكله بالمنظر ده، حتى ممكن تاخديه لحضرتك كده سكرينه بالمنظر ده كده اهو، بايدي اهو. خدي سكرينه ووريه للعطار. هكتب لك برضو اسمه هنا على الشاشه علشان خاطر لو انت عايزه تروحي تجيبيه. بيبقى بالمنظر ده كده حرفيا، وقد يكون اطول شويه. بيجيبيه تمام، وزي ما قلت لك مثلا بتقصقصيه كده بمقص او بتقطعيه، مفيش مشكله. الاول طبعا قبل ما، يعني ليه طريقتين للعمليه، لا اما بعمله بطريقه الشاي الكشري ان انا بغلي ميه وبحطه وبغطي عليه عشان الزيوت متطايره، او ان انا هعمله بطريقه معينه دلوقتي وهوريها لك دلوقتي هبعملها ازاي. بس طبعا لازم قبل ما اجي استخدمه هغسله. فانا دلوقتي مثلا سي هاخد، عاوز اعمل كوبايه واحده، فيا دوب هاخد مثلا واحده زي ديت كده، هاخد الاثنين دول تمام، اخدهم اشطفهم كويس جدا جدا تحت الحنفيه تمام، واحاول ان انا زي اقصقصهم كده واحطهم في ميه مغليه. هوريك الطريقه برضو عملي، وبعد ما هنعمله ونجيبه هنيجي بقى نقول هنستخدمه ازاي وكم مره في اليوم، ونكمل الوصفه. الامر لايكات بالله عليكي، ورقم اللايك في التعليقات، وفي ملف على القناه اسمه ملف الصيدليه، فيه كل المنتجات الرخيصه اللي موجوده في الصيدليه. حاجات تخسيس زي ما قلت لك ب 3 4 جنيه، كريمات للتفتيح ب 5 6 جنيه، كريمات للشعر ب 10 جنيه، حاجات للمفاصل ب 4 جنيه. ملف بجد قمر قوي. لو عايزه ملف الصيدليه ده اكتبي لي تحت بسرعه في التعليقات ابعته لك. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ده ازاي. جيت هنا على النار يا قلبي، جبت حله وحطيت فيها ميه تمام. المفروض بقى الميه دي بتكون مغليه، بس انا طفيت عليها، يعني هي بتطلع دخنه، هي بسيط لو انت واخده بالك تمام. هحط بقى دوت اهو، غسلته قوي جدا، يعني فتحت فرع فرع وغسلته، وشلت بقى العمدان اللي هي بتبقى في النص دي فيه، يعني خدت فرع فرع فتحته وشلت العمدان اللي هي بتبقى بالمنظر ده، مش عارفه باينه قدامكم ولا لا تمام. هسيبه بقى هغطي عليه عشان انا مش هينفع اصور بعد ما اغطي. هاخد بقى هقلبه دلوقتي تقليبه واغطي عليه واسيبه بس يغلي غلوتين واصفيه وارجع لكم تاني. يا قلبي هو كده انا شلت الغطا من عليه، عمال يغلي قوي جدا اهو زي ما انت شايفه، غلي غلوتين. هروح بقى مصفياه وارجع معاكي اكمل الوصفه. ورجعت لكم تاني يا حبايب قلبي، صفيته طعمه قمر، شربت شويه عما اجيلكم. طعمه لطيف جدا، ولونه بقى زي ما انت شايفه كده بيبقى عامل زي كانك بتعملي مثلا نعناع تمام. طعمه من الحاجات القمر قوي، يعني مش اللي هو وحش ومش اللي هو ايه لا ده مرر، لا ده بالعكس، يعني عامل زي كانك بالظبط بتشربي نعناع. ثواني بس كده، عسل جدا. يعني عايزه اجيب لكم طعم ايه مش عارفه اجيبه لكم، كانك مثلا بتعملي يانسون من غير سكر كده فاهمه، هو في برده من اليانسون كده.
تمام. عملناه هنشربه امتى؟ هيتشرب حبيبه قلبي قبل الاكل بنص ساعه، كوبايه منه يوميا، يعني مثلا اخد واحده قبل الغداء. فطبعا بما اننا داخلين على رمضان، كل سنه وانتم طيبين، فهيبقى موعده ازاي في رمضان. ممكن بقى تاخدي حضرتك واحده مثلا بعد الفطور على الساعه 12 بالليل كده مثلا، بعد ما فطرنا وخلاص خلصنا الليله على الساعه 1 2 بالليل كده مثلا، ممكن تاخدي منه كوبايه لحد بس ما نخلص كده شهر رمضان. كل سنه وانتم طيبين، وصدقيني النتيجه بتاعته حرفيا روعه زي ما قلت لك. ده يعني الناس اصلا تاخده اللي هو لا، يعني ناس بتبقى رفيعه واللي هي لا، ده انا باخده عشان عندي حصوه على الكلى، ده انا باخده عشان عندي دهون على الكبد، ده انا باخده عشان عندي السكر عالي وهكذا. اخواتنا طبعا بقى اللي عندهم السكر يديروا بالهم وهم بياخدوه، علشان خاطر ممكن يوطي معاك السكر ازيد من اللازم، فعلى طول تكوني بتقيسي السكر لو انت هتاخديه، وما تكتريش منه عشان ما يوطلكيش السكر قوي فيعمل معاكي اثار تانية. كذلك الناس اللي عندها ضغط، ما يبقاش ضغطك واطي وتيجي تاخديه فيوطهولك اكتر، فهمتي عليا؟ يعني الناس اللي عندها ضغط واطي تخلي بالها ما تاخدش منه الا بقى كوبايه كل فين وفين مثلا. اخواتنا اللي عندهم السكر، لو انت سكرك عالي قوي هتاخديه، لا سكرك اصلا في الطبيعي مثلا لا واطي، لا مش هنفع ان انا اخده، وهكذا. يعني المفروض بقى الانسان طبيب نفسه، فانت ايه تديري بالك من الحاجات الصغيره دي. لو عايزه مشروبات تانية للتخسيس، قلت لك عندك ملف كامل فيه كل ما لذ وطاب، وحاجات تخسيس كده قمر، وحاجات طعمها جميل، وحاجات من غير طعم اصلا، وكل اللي نفسك فيها هتلاقيه في ملف التخسيس. اطلبيه بسرعه في التعليقات. لايك بالله عليكي يا رب، يا اللي ما عملتش اللايك تتخني تتخني وتملي علينا المكان كده يا رب، اللي ما عملت لايك تتخن يا رب لايك بالله عليكي يا قلبي، ويجربيه صدقيني فعلا تحفه جدا. يعني انا الصراحه لا حبيته، بقول لك طعمه عسل كده اللي هو ايه، عارفه كوكتيل ما بين اليانسون على النعناع، فطلع لك حاجه قمر كده عايزه تحليه بعسل ماشي، ما بيتحلاش طبعا بسكر. ما تنسيش اللايك، اختم الفيديو بالصلاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.